الحمد لله، لقينا له شغلانة كويسة وواضح إنه اتبسط وحتى ينام فيها لغاية ما مشكلته تتحل ويفتكر. يا ريت يفضل ناسي، أحسن لو افتكر كل حاجة وهو جوه، ممكن نصحى الصبح ما نلاقيش حتة آثار في المتحف كله. ما تقلقش، أبويا قال لي إن المتحف كله متراقب بالكاميرات طول اليوم، والمخزن زي ما سمعت بيعملوا له جرد كل يوم يا بكار. يعني إيه جرد؟ يعني كل يوم في موظفين بيدخلوا المخزن ويتأكدوا إن كل الآثار موجودة جوه ومفيش حاجة ضاعت. يعني حتى لو مشرة افتكر إنه لسه آثار وحب يسرق أي حاجة مش هيقدر. يا حبيبي بكار، يا ابو البكرير، مش عارف من غيرك كنت عملت ايه. كل الكنوز دي محطوطه على الرف مستنيه معلم زي يفهم قيمتها. ايه ده، تمثال تحتمس ورمينه كده يا ظلمه؟ يا نهار، فلوس انوبيس يا حبيبتي، يا انوبيس. لا 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 لا، ايه ده، وادوات جراحيه وادوات تحنيط. احمدك يا رب، انا عايز كل ده. واضح ان مخاوفنا مش حقيقيه، وعلى كل حال استمر في مراقبته لغايه ما نتاكد انه كويس. انا متشكر جدا يا فندم ان حضرتك عينته، ولو اني شايف اننا ما كانش المفروض نعينه في المتحف، كنا شفنا له اي وظيفه في الهيئه اللي في البلد بعيد عن الاثار والبرديات. محتاجين ناس، هنجيب منين؟ طب ربنا يسهل ويطلع كويس فعلا. ايه ده؟ مشرة ترخ فيه؟ بص اهو، ده كان في الحمام. طب اعملوا بقى الجرد بتاعكم براحتكم.